أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج نفسي نفسي. الإنسان قبل البنيان، هكذا يقال دائما في فقه الأولويات وفي تراثنا العربي والإسلامي، بمعنى أن بناء الإنسان يسبق من حيث الأولوية والأهمية بناء أي بنيان، وبمعنى أن الإنسان له الأهمية القصوى في أي مجتمع وفي أي مشروع. وكل الفلاسفة وكل العظماء في التاريخ أجمعوا على أن رأس مال أي أمة هو شعبها، وعلى أن العنصر الفاعل في أي عملية تنمية هو الإنسان. وإذا نظرنا للإنسان ومكوناته هنلاقي الإنسان كائن رباعي الأبعاد، بيتكون من 4 مكونات رئيسيين. المكون الأول أو البعد الأول هو البعد الجسدي، وده موضوع علم الطب بفروعه المختلفة والصحة الجسدية. البعد الثاني هو البعد العقلي، وده موضوع علم المنطق والفلسفة والصحة العقلية. البعد الثالث هو البعد الروحي، وده موضوع الدين والأخلاق أو علم الأخلاق. والبعد الرابع والأخير ويكاد يكون أهم بعد فيهم هو البعد النفسي، وده موضوع علم النفس والصحة النفسية. وإحنا في برنامجنا نفسي نفسي بنركز على البعد النفسي والصحة النفسية عند الإنسان، وعلشان هو البعد اللي بينعكس على حياة الإنسان وبيحسن من حياته وبيتحول إلى واقع بيعيشه الإنسان بعد كده، بنركز عليه. وفي كل حلقة بنعرض واحد من الموضوعات المهمة في موضوعات الطب النفسي والصحة النفسية. والنهاردة بنستضيف دكتور شادي أحمد عبد اللطيف، أخصائي الصحة النفسية، وبنتكلم على موضوع اضطرابات الهلع. ومعانا سؤال هو يعني ياريت تشاركونا عليه: هل وقوفك في الأماكن المرتفعة بيقلقك؟ في أرقام هتظهر على الشاشة، ياريت تشاركونا أسئلتكم ومشاركاتنا إن شاء الله. أهلا بحضرتك دكتور شادي. أهلا يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم، أحييك على المقدمة الجميلة دي. ربنا يخليك يا فندم. الأول عاوزين نعرف يعني ما هو اضطرابات الهلع؟ كلمة هلع يعني الخوف الشديد. تمام. واضطراب الهلع اللي عندنا في الطب النفسي بيسميه البانيك باللغة الإنجليزية، يعني أو الهلع أو الفزع. مظبوط. أنا طبعا حضرتك قلت لي إنك عندك خبرة كبيرة في الـ يعني بحكم دراستي في الفلسفة وكده، فده هيساعدنا كتير في الحلقة. هلع يعني خوف شديد. هو اضطراب بندرجه على قائمة الاضطرابات العصابية. الطب النفسي عندنا زي ما حضرتك كده قسمت البني آدم ل4 أقسام رئيسية، احنا برضو بنقسم الطب النفسي عندنا لقسمين رئيسيين، أو الأمراض النفسية لقسمين رئيسيين: أمراض ذهانية وأمراض عصابية. اضطراب الهلع هو واحد من الأمراض أو الاضطرابات العصابية. بمعنى يعني عشان مصطلحات كلمة ذهان وعصاب. ذهان وعصاب. ذهان يعني المريض فقد الصلة بالواقع، يعني أصبح فيه أفكار غير يعني طبيعية، أو فقد ارتباطه بالواقع. فقد ارتباطه وأصبح بالواقع، وأصبح عنده الواقع يعني مختلط بالوهم أو الواقع بالخيال. إما طمعًا في صورة أفكار أو في صورة هلاوس. تمام. وده بنقول عليه بيهلوس أو ممكن يسمع صوت مش موجود، ممكن يشوف حاجة مش موجودة، ممكن يجي له فكرة غير حقيقية خالص، ان هو مثلا مطارد، ان هو مضطهد، ان هو في حد بيصوره، ان في حد بيكيد ليه. تمام. بينما ده ملوش اي صلة بالواقع، ده بنسميه ذهان. تمام. ذهان او هي بتبقى كمان افكار قهرية زي واحد عامل لي عمل، والحاجات اللي هي ده داخل بقى فيه جدل كتير قوي. لا الـ ممكن يبقى عندي فكرة يعني مرتبطة مثلا بالعرف، ان في حد عامل لي عمل. الفكرة صحيح. دي قد تكون يعني انا مقتنع بيها او مش مقتنع بيها. يعني لو انا سألت مثلا صاحب الفكرة دي: انت متأكد ان معمول لك عمل؟ فيقول لك: والله انا بحس كده، بس هل حاصل او مش حاصل الله اعلم. ده مش مريض. تمام. انما المريض يقول لك: ايوه ده عامل لي عمل. يجزم في وبيؤكد. بينما الناس اللي حواليه اللي من بيته حتى يقول لك يعني ما يعني احنا مش عارفين حاجه زي كده، ده هو بس اللي بيقول كده. تمام. في الحاله دي بنعتبر الفكره الراسخه دي تمام الثابته، بنسميها فكره ثابته فيكس. تمام. ما بقتش فكره، ده بقت معتقد. هو صحيح. يعني
حق اليقين ان في حد عامل له عمل، وان الحد ده يعني عمل له العمل ده بهدف الايذاء، تمام؟ تمام بينما كل اللي حواليه بيقول لك لا، الموضوع مش للدرجه دي، او يعني احنا مش معاه قوي في فكره ده، فبنعتبرها عرض من اعراض المرض، تمام ونبتدي نجمع بقى مجموعه الاعراض ده وغيرها، علشان لو اجتمعت مجموعه كده معينه من الاعراض بنقدر نشخص بيها. بيبقى هو ده مفتاح التشخيص، بتسموه مفتاح مفتاح التشخيص. التشخيص. ففي الامراض عندنا ذهان وعصاب. العصاب المريض ما زال متصل بالواقع، تمام، والمنطق، ولكن عنده مجموعه اعراض كده ناشئه عن الضغط العصبي، بنسميه الاسترس. تمام اما ان هو يعني عصبي بفطرته بطبيعته، تمام، يعني الضغوط حواليه يعني بتبان في صورة اعراض، تمام، على الشخص دوت، تمام استقباله للضغوط يعني اعلى شوية من غيره، تمام، فيبتدي يظهر عليه اعراض، او ان الضغوط شديدة، هو بني ادم يعني مش عصبي ولا حاجة، بس تمام، هو عايش في بيئة الضغوط فيها كتير الضغوط عليه. كتيرة، فمما أدى يعني في وقت معين إن ظهر عليه مجموعة من الأعراض، بنسميها الأعراض العصبية، تمام، تمام، اللي من ضمنها مرتبطة بالأعصاب، عصبية مرتبطة بالجهاز العصبي. مظبوط، جميل. تمام، من ضمنها بقى اللي هو اضطراب الهلع أو الخوف الشديد. مرتبط بالجهاز العصبي. آه وهو طبعا. لو جينا نفسره يا دكتور، هل هنقول هو حالة من الفزع الشديد المفاجئ؟ تحديدا هو كده. الفزع الشديد المفاجئ. ممكن. هو دايما مفاجئ، ممكن بسبب او بدون سبب، بس هو فعلا مفاجئ. ده فزع؟ بيحصل لكل الناس يا دكتور؟ لا تمام. لا، هو زي ما انا قلت لحضرتك كده، يا اما واحد عنده الاستعداد، تمام، موجود، تمام، فجه ضغط كبير او ضغط صغير فنشأ عنه الاعراض دي على الشخص ده، تمام، او واحد اتعرض لضغوط شديدة قوي، تمام، فنتج عنها الهلع الهلع، الحاله دي او الحالة دي. الاضطراب ده. طب هو ممكن يجي لكل الناس بس يجي مره واحده في العمر مثلا، ما يكررش، واذا اتكرر يبقى اصبح مرض نفسي او اضطراب نفسي يجب معالجته؟ طيب، هو احنا مش بنشوفه بيجي لكل الناس، هو تمام. بيجي لمجموعة من الناس، تمام، زي ما قلت لحضرتك كده، يا اما ناس عندهم الاستعداد، يعني ان انا لو اتضغطت هيظهر عليا الاعراض دي، اتعرضت لضغوط او استرس هيظهر عليها الاعراض دي، او واحد تاني اتعرض لضغط عصبي شديد جدا جدا، تمام، فظهر عليه الاعراض دي. طيب جميل جدا. ده بالنسبة للناس. والمزيد من الإيضاح، احنا معانا تقرير يا دكتور، هنشوف اتفضل. التقرير ونرجع تاني لدكتور شادي نشوف تعليقه على التقرير. اتفضلوا. يواجه جميع الأشخاص مشاعر قلق وهلع في أوقات معينة خلال حياتهم، إنها استجابة طبيعية تماماً، لا سيما عندما تكون في وضع خطير أو مجهد. مع ذلك، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من اضطراب الهلع، تحدث مشاعر القلق والتوتر والهلع بانتظام وفي أي وقت. القلق هو شعور بعدم الارتياح. يتراوح الشعور بعدم الارتياح بين خفيف وحاد، ويمكن أن يشمل مشاعر الاضطراب والخوف. هناك العديد من الحالات المختلفة التي يمكن أن تسبب القلق الحاد، تتضمن خوف شديد أو غير عقلاني من حيوان أو شيء أو مكان أو وضع، وهو حالة طويلة الأجل تسبب القلق المفرط والاضطراب المرتبط بمجموعة متنوعة من الحالات. وبنرجع لكم تاني مع دكتور شادي احمد مصطفى، اخصائي الطب النفسي. دكتور شادي، هو اللي انا فهمته يعني من التقرير ان القلق درجاته كتير، وان حاله اضطراب الهلع هي تعتبر درجه جديده من درجات القلق. مظبوط، صحيح الكلام ده؟ مظبوط مظبوط. طيب درجات اضطراب الهلع هل ليها درجات برضو؟ يعني يعني متدرج ما بين خفيف وحاد؟ بالنسبه للهلع ولا بالنسبة للفوبيا؟ هم هنا اتكلموا عن نوع تاني من انواع الاضطرابات العصبية.
اسمها الفوبيا، اللي هي اللي ممكن تيجي اللي هو مثلا الرهاب الاجتماعي او فوبيا الرهاب. من ركوب الاماكن. انت قصدك على الهلع طبعا، مش كده؟ هي الفوبيا تعتبر هلع خفيف مثلا او درجة اقل او ادنى؟ يعني ممكن، يعني هي مش هلع بصراحة، هي متصنفة تمام لوحدها تمام، ولكن كل دي اضطرابات عصبية تمام تمام بتيجي في احوال معينة. يعني ده يقودنا ان احنا نتكلم عن الفرق ما بين الهلع والرهاب. والرهاب صحيح. مظبوط كده. اه طيب الاثنين مصدرهم الاسترس والضغوط، تمام. جميل. الاثنين ممكن يحصلوا عند ناس معينة، الناس دي استعدادها يعني او مواجهتها او مقاومتها للضغوط يعني اضعف من غيرهم، تمام. طب يعني بمناسبة الضغوط يا دكتور، هي ايه انواع الضغوط اللي تسبب مثل هذه الحالات؟ الضغوط كتيرة قوي، يعني الضغوط دي ممكن تكون في البيئة اللي حوالينا. في ناس مصدر الضغط عندهم البيت مثلا، أو تمام الشغل، أو المنطقة اللي هو ساكن فيها، تمام. المشاكل المادية، تمام تمام. مصدر تاني للضغط العلاقات لو في او بيئة العمل كمان. بيئة العمل، كل دي مصادر من الضغوط. أي ومن الـ حاجة من الـ من العلاج يعتبر ان احنا نحدد مصدر الضغط عندنا. لو انا عندي طبعا ضغط مثلا، احدد مصدر الضغط ده جاي منين طبعا، مظبوط علشان اقدر اغير البيئة المحيطة بيا، مظبوط علشان اقدر. مظبوط. احنا كمان عايزين نتكلم على اهمية العلاج المعرفي السلوكي واهمية الدراية والتثقيف النفسي بالنسبة للانسان. تمام. هو بصراحة دي أهم حاجة في العلاج، يعني أنا يعني مؤمن بأهمية العلاج المعرفي السلوكي، وفي أوقات معينة بيبقى له أولوية حتى على العلاج الدوائي. جميل. وإحنا ممكن في أوقات يعني نستغني عن العلاج الدوائي، إنما لا غنى عن العلاج السلوكي. وفي حالات كتير قوي، سواء قلق أو رهاب أو فزع أو حتى فوبيا، استجابت أكتر على العلاج السلوكي، واستغنت تماما في وقت من الأوقات عن العلاج الدوائي. فهو لما بنتكلم عن نوبات الهلع، كنت عايز بس يعني أنوه لأعراضه، تمام. هي حالة من الخوف الشديد، بتيجي بدون سابق إنذار، ممكن تيجي بدون سبب خالص، وممكن تبقى مسببة بسبب ضغط أو استرس معين. متلازمة كده من الأعراض، منها الرعشة، منها ارتفاع عدد ضربات القلب، زيادة سريعة في معدل التنفس، ممكن تبقى مصحوبة بارتفاع في ضغط الدم، كتير بيبقى معاها عرق شديد، وشوية اضطرابات في الجهاز الهضمي، وكلها بدون يعني بتبقى مصحوبة بشعور شديد باقتراب الموت أو بالموت الوشيك. الموت يبقى خايف، انه خايف من الموت مثلا، خايف من او الموت خايف يعني. مثلا لو هو راكب عربية خايف يعمل حادثة مثلا. يعني أنا هسهلها لك، هو فجأة وهو قاعد كده، ممكن بسبب أو بدون سبب، يبتدي يحس إن قلبه بينبض بسرعة جدا، تمام. يبتدي ينهج بسرعة جدا، يبتدي يتوتر ويبقى عمال يترعش، تمام. بيعرق عرق من كل مكان في جسمه، مع إحساس مع كل ده إن هو ممكن يموت، يعني خوف شديد من الموت. ما هو القلب ضرباته زيادة، القلب وفي ضرباته زيادة. تعرق، وفي فبيحس إن هو خلاص يعني بيفارق الحياة. بيبقى حاسس إن هو هيفارق الحياة. ده اللي اكتر حاجه برضو تميز لنا الهلع من ايه، من من الرهاب. الفوبيات. احنا كده الرهاب. كمان يعني اتكلمنا على الاعراض وكده، يعني هنحط ايدينا على التشخيص. هناخد فاصل بس تمام، ونرجع لحضراتكم تاني ونشوف تشخيص اضطرابات الهلع. اهلا بيكم من جديد في برنامج نفسي نفسي. اتكلمنا على اضطرابات الهلع واعراضه، وعرفنا ان من اعراضه ارتفاع في ضربات القلب والتعرق. وايه كمان يا دكتور من اعراض اضطرابات الهلع؟ سرعة ازدياد في يعني في معدل التنفس،
ارتفاع في ضغط الدم، اضطرابات في الجهاز الهضمي، وكل ده مصحوب بشعور عارم بالموت الوشيك. يعني انا هموت دلوقتي، انا خلاص شكلي هيفارق كده، الحياة. انا شكلي هموت دلوقتي، لدرجة ان بعضهم على طول يقوم جاري على الايه، على اقسام الطوارئ في هنا المستشفيات. بقى كمان في حاجة، يعني هو بيجي له ضربات القلب بتزيد وتعرق وكده، فبيفكر ان ده مرض عضوي مش نفسي. طبعا في ده بقى دور التوعية والجهل والتثقيف والدراية بالامراض النفسية. بيروح لطبيب القلب يقول له انا ضربات قلبي زادت والكلام ده، والمشكلة كمان ان طبيب القلب ما يقدرش يشخص المرض ده بالذات. يعني في ناس كتير من الاطباء كمان في التخصصات الاخرى ما عندوش ان هو يشخص الامراض النفسيه، فبيدي له دواء لعلاج ضربات القلب او يخفض الضغط، يقيس يعني حاجات كده. فهنا بقى دور العلاج المعرفي السلوكي صح، ودور التوعيه والتثقيف النفسي. هو طبعا اضطرابات الفزع او الهلع معروفه لدى اطباء القلب، تمام. بس هو دكتور القلب علشان يعمل اللي عليه بيبتدي يعمل بقى الرسم قلب او الايكو، يعمل يعني الفحوصات بتاعته اللي تثبت ان القلب على الاقل سليم. فلما بيلاقي القلب سليم بيقول له لا انت ما عندكش مشكله في القلب، بيبتدي يتوجه بقى لايه، الطب النفسي للطب النفسي. لما بيجي يعني بنسأله فعلا، يعني رحت لدكتور القلب؟ يقول لك اه رحت يا دكتور، ورحت كتير وقالوا لي ما عندكش اي حاجة خالص. طيب رحت لدكتور الامراض الصدرية؟ يعني معظمهم بيبقى لف على الدكاترة، تمام. تمام. آه فنبتدي ان يعني نحط في ذهننا تشخيص اضطراب الهلع يعني. تمام. آه هو في هناخد تقرير دلوقتي، هنشوف تقرير ونرجع نتكلم على العلاج المعرفي السلوكي ودور التثقيف والدراية. ماشي. ناخد التقرير. بات الهلع. تحدث نوبة الهلع عندما يواجه جسمك اندفاع لأعراض نفسية، عقلية وبدنية شديدة. قد يكون لديك شعور عارم بالخوف والتوجس والقلق. إضافة إلى هذه المشاعر، قد تواجه أيضاً أعراض جسدية مثل غثيان، تعرق، ارتجاف، الإحساس بأن قلبك ينبض بشكل غير منتظم. يعتمد عدد نوبات الهلع لديك على شدة حالتك. قد تصاب بعض الأشخاص بنوبة واحدة أو نوبتين كل شهر، في حين أن البعض الآخر قد يصابون بعدة نوبات في الأسبوع. يمكن أن تكون نوبات الهلع مخيفة جداً وشديدة، ولكنها ليست خطيرة. لن تسبب نوبة الهلع لك أي أذى جسدي، ومن غير المرجح أن تدخل المستشفى إذا أصبت بنوبة هلع. أهلاً بكم من جديد. اضطرابات الهلع يا دكتور كمرض نفسي، أو يعني علشان نشخصه وفقاً للعلاج المعرفي السلوكي، ازاي يعني؟ هل اعرف الاعراض زي ما حضرتك قلتها واشوف اطبقها على نفسي واقول والله انا عندي واحد اتنين من الاعراض اللي الدكتور قالها، وبكده اقدر اشخص الحالة عندي ذاتيا؟ انا اقول يعني كيف يمكن التشخيص للذاتي، وما الطريق الى العلاج؟ انت قصدي حضرتك ان لو واحد قاعد بيتفرج علينا دلوقتي يعرف ازاي اذا كان عنده نوبة هلع ولا لا؟ بالظبط. هي بتبقى تشخيصها سهل مش صعب، يعني هي نوبة فعلا بتيجي في يعني بشكل مفاجئ. مجموعة الأعراض اللي احنا قلناها دي بتبتدي تتصاعد حدتها لحد ما بتوصل لأوجها في ظرف 10 دقايق، والنوبة بتستمر من 20 لـ30 دقيقة. هو بيبقى حاسس بإيه بقى صاحبها؟ بيبقى حاسس برعشة، تمام، بيبقى حاسس بخفقان في القلب زيادة أو لخبطة زي ما التقرير قال في نبض القلب، زيادة في معدل التنفس كأنه بينهج وهو ما يعني مش تعبان أو مش بيجري أو حاجة. ممكن تبقى مصحوبة بارتفاع في ضغط الدم، تعرق، تمام، مع بعض اضطرابات الجهاز الهضمي مثلا انتفاخات أو مغص أو إسهال إمساك. وطبعا كل ده مصاحب بإيه؟ بخوف شديد من الموت الوشيك أو من انتهاء الحياة. هي دي الأعراض اللي بنشخص بيها نوبة الهلع. هي ممكن تيجي زي ما التقرير قال برضو
يعني 3 مرات في الشهر مثلا، هو قال كده، او مثلا تيجي بمعدلات اعلى من كده، ممكن تيجي مره ومرتين في اليوم، ممكن تبقى بسبب او بدون. تمام. تمام. يعني بعد اللي احنا بنقوله، بعد التقريرين اللي فاتوا، اي حد عنده نوبه هلع بيتفرج علينا دلوقتي او بيجيله نوبات هلع، هيقدر ان هو هيعرف نفسه، هيعرف نفسه هيعرف نفسه. بالظبط. احنا بقى يعني عايزين يعني ندوس شويه على الجزئيه دي. طيب بعد ما يعرف نفسه او بعد ما يشخص الحاله ان هي موجوده عنده، ازاي يقدر يعالج نفسه ذاتيا برضو؟ تمام تمام احنا عارفين ان هو دور التثقيف مهم جدا في العلاج المعرفي السلوكي، طبعا، وانه لازم يعني، وده دورنا والهدف من البرنامج، ان احنا بنعرفهم ازاي يشخصوا الحاله وازاي يتعاملوا مع الاضطرابات النفسيه. جميل. هو برضو المريض نفسه عليه ايه؟ يعمل ايه؟ تنصحه بايه؟ طيب، العلاج شقين، شق دوائي وشق نفسي بالكلام، اللي هو اللي حضرتك، عشان الناس بس لما بتسمع علاج معرفي وسلوكي وبتاع ما بيبقاش فاهم. فهو الـ هنسميه العلاج النفسي بالكلام، العلاج بالكلام. صحيح. يعني احنا اصحاب يعني خبرة، الاطباء والاخصائيين النفسيين اللي حضرتك طبعا منهم. ربنا يخليك. حضرتك كنت ده قلت لي شرف ليا طبعا. الله يكرمك، بيبقى عندنا معلومات عن العلاج، علاج الانواع دي من الاضطرابات. الطبيب طبعا يقدر يكتب الدواء، ويبقى الشق اللي هو النفسي، اللي هو العلاج النفسي بالكلام، بنسميه معرفي سلوكي. يعني ايه معرفي سلوكي؟ ببساطة شديدة يعني الدكتور هيشوف ان المريض محتاج يعرف. هناخد اتصال. ام رضا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا اهلا يا فندم، شرفتينا يا فندم. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. اتفضلي حضرتك، عندك استفسار؟ انا بصراحة يعني عندي اكتئاب نفسي جامد قوي، يعني من مشاكل الدنيا وكده. تمام. اكتئاب نفسي جامد قوي، يعني ممكن تدينا وصف اكتر للحالة عند حضرتك؟ يعني بيجي اختناق، ممكن اكتئاب جامد، ما بقاش عايز اكلم حد. هو حضرتك يا ريت تسمعينا من التليفون ووطي التلفزيون. ايوه، اوصف لنا الحاله، يعني ادينا وصف دقيق اكتر عشان الدكتور يقدر يعني يساعدك. يعني انا مش قادره اوصف قوي، بس بحس بحاجات كتير بتخنقني، ما بقاش عايزه اكلم حد، ما بقاش عايزه اطلع بره. تمام. ما تبقاش عايزه، يعني مش عايزه تطلعي بره، تتجنبي الخروج والعلاقات الاجتماعيه. ايوه. وكمان او بيجي اي او اكلم اي حد، مش عايزه اكلم اي حد. مش عايزه ترد على التليفون، مش عايزه تكلمي اي حد. تمام. طيب، متشكر جدا لاتصال حضرتك. الدكتور شادي هيرد على حضرتك دلوقتي. هو طبعا واضح من كلامها كده ان عندها بعض الاعراض الاكتئابيه، طبعا. ولكن ما نقدرش نشخص في رهاب اجتماعي. لا، هي ما اتكلمتش عن القصه بتاعتنا خالص، او انا ما حسيتش كده في وسط كلامها. هي بتقول لما يعني بتتجنب الخروج وان هي تتكلم بتقول حد. انا يعني مكتئبه ومخنوقه وتعبانه، ولدرجه ان انا ايه، عايزه ابقى قاعده في حالي ومش عايزه اخرج ومش عايزه اكلم حد، انما ما قالتش بخاف ان انا اخرج او اكلم حد. يعني دي تفرق في التشخيص. يعني انا استشعرت كده من كلامها. فرق بين بخاف وبين بتجنب. طبعا، لان يعني الاكتئاب بقى قصة تانية خالص، وامراض طيب. الاكتئاب يعني بيبقى لها الاكتئاب يعني احنا يعني احنا في الفلسفة بنقول عليه دائرة الجحيم. صح. طبعا. وهو انواع كتيرة وبيصيب ناس كتير، ومرض شائع جدا. تنصحها بايه يا دكتور؟ والله انصحها انها تتوجه لطبيب نفسي يعني قريب منها، ويعني تقعد تتكلم معاه لعل ان هو يشخص المشكله لو موجوده يعني، ويصف لها العلاج لو يستلزم مشكلتها علاج يعني. صحيح. وهو ضروري جدا ان احنا نطلب المساعده من الاخرين، سواء كان الاخرين ده طبيب نفسي او مرشد او معالج او حتى صديق بنثق فيه، لان مفيش حد مننا جزيره، واحنا كائنات اجتماعيه، لذلك دايما بنحتاج مساعده دكتور من طبيب نفسي او معالج او مرشد. ده النقطة دي مهمة جدا في الطب النفسي أو العلاج المعرفي أو يعني صحيح. الصحة النفسية. صحيح. نرجع مرجعنا لعلاج الهلع. يعني هو مقسم لقسمين، في شق دوائي وفي شق نفسي بالكلام، علاج بالكلام، جلسات علاجية تثقيفية عن المرض وعن العلاج.
يعني بنشرح فيها للمريض طبيعة المرض، تمام، أو الاضطراب، بلاش نقول عليه مرض لأن هو حتى الكتب بتاعتنا ما وصفتوش إن هو مرض، يعني هو سميته اضطراب، اضطراب عصبي. طيب. وبنفهمه لطبيعة الأعراض دي، وإنه يعني إزاي إن هو يتعامل معاها ويتكيف معاها ويتجنبها، بلاش يتكيف معاها دي، يتجنبها، أو تمام. في أضيق الحدود لو تعرض ليها إزاي يخرج من النوبة دي في وقت قصير بأقل خسائر. يعني صحيح. الحقيقة إنه مفيش موت هيحصل ولا حاجة، تمام، الفزع ده أو الهلع ده عند اللي بيجيله النوبة فقط، بيبقى محظوظ المريض اللي هتجيله النوبة في وجود الطبيب، يعني ده بيبقى لأن الدكتور بيبقى بقى بيبتدي يبقى قاعد جنبه ويقول له ها حاسس بإيه، طيب استنى شوية هتشوف الموضوع هيروح لوحده ازاي. وممكن بنوصف ساعات علاجات ممكن ياخدها في وقتها علشان النوبة يعني تبقى أقصر في مدتها أو في شدتها، تمام، تمام. جميل جدا. يعني احنا كده اتعرفنا على اغلب النقاط او الخطوط العريضة في اضطرابات الهلع، وكمان يعني دور الصحة النفسية ودور التثقيف النفسي في الحياة، وازاي ان الانسان لازم يكون عنده وعي ودراية بحالته النفسية وازاي يقدر يتخلص او يعالج نفسه ذاتيا. شكرا ليك يا دكتور على العفو، المعلومات المفيدة، استفدنا من حضرتك الله جدا. يكرمك، الله يكرمك، بشكركم جدا على حسن المتابعة، ان شاء الله انتظرونا في الحلقة القادمة وموضوع آخر جديد في الصحة النفسية. شكرا جزيلا.